في مقر متحف محمود درويش في مدينة رام الله افتتح معرض الكاريكاتير العالمي حرية الصحافة في فلسطين تخليدا لروح الشهيدة شيرين أبو عقلة، ويهدف المعرض لإبقاء قضية شيرين حاضرة في ذهن الجميع ولدى نقابة الصحفيين التي نظمت المعرض، والتي اعتبرت أن على رأس اهتمامات النقابة الوصول إلى اليوم الذي يحاكم فيه قتلة شيرين في المحاكم الدولية. ورسخ المعرض حرية الصحافة، وهو المعرض الأول بهذا الزخم الكبير الدولي الذي يعكس حجم الاهتمام بقضية شيرين أبو عقلة وبقضية ما يتعرض له الصحفيون من الاحتلال الإسرائيلي. جاءت فكرة المعرض بعد استشهاد الصحفية والزميلة شيرين أبو عاقلة ومجموعة من الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين. شارك مجموعة كبير من الفنانين حول العالم، تقريبا 73 فنان من أكثر من 54 دولة حول العالم، من ضمنهم رسامين كاريكاتير فلسطينيين وعرب ورسامين دوليين، وكان من أهمهم رئيس رابطة رسامين الكاريكاتير البريطانيين مارتن روسام. ومؤخرا انا كمان تم اغلاق صفحتي على موقع الفيسبوك ردا على مجموعه من كثير من الاعمال اللي بتدعم المقاومه الفلسطينيه ومقاومه الاحتلال في فلسطين. فهذا الشكل من اشكال المحاصره للرسامين الكاريكاتير ومحاوله لقمع رسامين الكاريكاتير في الوقت نفسه اللي بيقوم هذا الكيان بمحاوله تمرير روايتهم وتمرير البروباغندا الاسرائيليه من خلال مجموعه كبيره من رسامين الكاريكاتير اللي بتقوم الحكومه هذا الاحتلال بدعم وتمويل صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها حتى في خطابها للمجتمع الفلسطيني. فبنلاقي انه في معايير مزدوجه حتى عند هذه مواقع التواصل الاجتماعي، عند المنصات العالميه وعند غيرها في التعامل مع الكاريكاتير الفلسطيني والحقيقه اللي بينقلها الكاريكاتير الفلسطيني والبروباغندا الاسرائيليه تنقل من خلال الكاريكاتير ما يسمى الكاريكاتير الاسرائيلي. القضية الفلسطينية قضية أخلاقية، ورسم الكاريكاتير يعني بنور بزيادة كل ما كانت القضية أخلاقية. ما بتقدر ترسم كاريكاتير لقضية ما فيش فيها غاية يعني ممكن تدفع الناس، ما في أكثر من قضية فلسطينية أخلاقيا بالعالم وبالتاريخ. تاني شيء، الكاريكاتير هو لعامة الناس وهو مختزل الصحيفة بشكل عام، يعني أيام ما كانت الصحيفة موجودة، اليوم الكاريكاتير عم بيعيش بشكل ديجيتال. كمان ما زال الكاريكاتير، أهمية الكاريكاتير أنه لا يرسم ما يريد الناس لكن يرسم ما لا يروه، وهون بيجي قيمة وأهمية رسم الكاريكاتير. ورسمين الكاريكاتير الفلسطينيين رغم أن نحن عدد قليل إلا أنه استطعنا بسبب نقاوة ويعني القضية الفلسطينية أخلاقيتها هي اللي خلت كل كاريكاتير يصير قد الجبل، وهذا اللي احنا بنقدر نحكي فيه. هاي رسالتنا للعالم، الكاريكاتير ماهوش فن بسيط وهو فن آلاف السنين، لكن اليوم صار شيء أساسي إن كان على الديجيتال أو على أيام الصحافة. نحن نتأمل من استمرار المقاومة، نحن ما وقفناش، ما زال كل يوم نرسم كاريكاتير، 150 رسام كاريكاتير وأكثر. عنوان هذا المعرض هو حرية الصحافي، وهو المعرض الكاريكاتير الدولي الأول الذي ينظم في فلسطين، وهو يأتي لتخليد ذكرى شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت قبل 6 شهور، لتؤكد نقابة الصحفيين وبالقلب منها شبكة الصحفيين الكاريكاتيريين في النقابة أن قضية شيرين أبو عاقلة هي قضية الشعب الفلسطيني وستبقى قضية حية، وأيضا قضية لها مكانتها واحترامها وتقديرها لدى كل العالم والتضامن من كل
العالم. هذا النوع المتخصص من الصحافة بالنسبة لنا مهم جدا، ويستطيع إيصال رسالة الشعب الفلسطيني حتى بدون ترجمة، وبالتالي الصورة قادرة، والفن الكاريكاتيري لا يحتاج إلى لغة مكتوبة لتصل إلى أو محكية للعالم، وإنما الرسم بحد ذاته هو يستطيع أن يوصل بكل لغات العالم لكل شعوب العالم رسالة الشعب الفلسطيني، وأيضا تضامن الرسامين الكاريكاتيريين بالعالم مع الصحفيين ومع الشعب الفلسطيني.